نهمة. ايه صعوبة 2024؟ واخدين ايه كده معانا على كتافنا وعلى ايدينا من 23 واحنا جايين؟ اولا كل سنه وحضرتك طيبه وكل الساده المشاهدين طيبين. ويمكن السنه بالنسبه للناس بدأ بصعوبات وتحديات مع وزيادات قرارات الزيادات زيادات الكبيره أصعب. من اول يوم واحد لغايه النهارده يوم ثلاثه في تتالي من مجموعه من الزيادات الموجوده، لكن انا بشوف ان ده كان حصاد طبيعي او نتيجة الإرث اللي احنا كنا مرينا بيه بالتحديات الكبيرة جدا اللي مرت على الدولة في عام 23. الحقيقة انه هذا الإرث وهذا الحصاد المؤقت لا يعني أبدا استمرار هذه النتائج الصعبة على المواطنين. الحقيقة انه النهاردة رغم صعوبة القرارات في زيادة الأسعار، لكن النهاردة رئيس مجلس الوزراء كان بيتكلم في وعي للحكومة، وفكرة دايما الشفافية ما بين الحكومة والمواطن دي بتشعر دايما المواطن حتى وإن كانت في صعوبات وفي زيادة، لكن بتشعر باطمئنان نتيجة إنه في شفافية وفي إدراك لحجم المسؤوليات والتحديات اللي موجودة على كاهل الحكومة. مهم جدا إن الناس دايما تسمع للحكومة، انتوا ليه بتعملوا كده؟ انتوا إيه اللي عندكم علشان يكون ده مبرر؟ سواء رضي أو مرضيش الشعب، وفي النهاية إحنا قدام أزمة حقيقية من تحديات كبيرة الشعب المصري بيتحملها، لا يمكن ابدا ان احنا ننكر ده، ولا يمكن ابدا ان احنا نطمس اعيننا امام هذا المشهد، ولكن في النهايه وجود تحديات قدام الحكومه وطرحها قدام المواطن ده بيخفف او بيخلي المواطن على درجه وعي اكبر في المسيره اللي جايه في 24. انا شايفه ان الحكومه بتبذل جهد كبير جدا، وان كان هذا الجهد لا يستوعب حجم التحديات الكبيره اللي بتمر بها الدوله المصريه. حلول خارج الصندوق، يمكن انا النهارده احنا جايين من النهارده سمعت حلول خارج الصندوق. من جلسة مجلس النواب احنا النهاردة كنا في جلسة كنا بنناقش قانون خاص بالاستثمار الاجنبي في مصر، ودي احد الحلول اللي انا مش هتكلم عليها، لكن انا بس بدي لحضرتك انه في لابد ان يكون حلول مختلفة، لان الوضع اللي احنا فيه ما هوش وضع سهل مش ولا طبيعي هين ومش ولا طبيعي.